akida wahdetul wujuda, jedinstva postojanja, u kojoj ne postoji ništa osim Allaha dželešanu i sve što postoji je Allah dželešanu. To je akida preuzeta od budista, kod koji je svemir i Allah jedno, gdje ne postoji ništa osim Allaha. Prema tome, što se god obožava, obožava se Allah. Rekli smo, nisu sve sufije od nastanka pojave tasavufa do dana današnjeg isti, jer smo već naveli da ima onih koji preteču u dobrima, ima onih koji su prosječni i ima ih koji su nasilje sebi učinili. Ovi zadnji su oni koji vjeruju u ovakve akide, kao što je bio Ibn Arabi koji je zagovarao vahdetul wujud, ili Hallaj koji je zagovarao ittihad hulul. Kada je govorio, poznata je njegov slučaj, da nema u njegovom džubetu niko osim Allah, da je u njegovom džubetu, to jest da se on sjedinio sa Allahom, postao dio Allaha i da se Allah u njega cjelovio. Poznato je da je ubijen, po iđmau učenjaka tog vremena proglašen je zindikom, otpadnikom od vjere i razapet. هذا من الناحية العقائدية، بعض عقائد التصوف الضال، إذن الظالمون لأنفسهم عندهم مثل هذه العقائد، وهذه العقيدة تنبثق عنها أو ينبثق عنها سلوك. فلذلك نجد أن كثيرا من الطرق الصوفية في البوسنة وفي غيرها من البلدان تجد بأن عندهم بعض السلوك الذي لا يمت إلى الكتاب والسنة بصلة، مثل الرقص عند الذكر، ما ورد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه الكرام، يرقصون بشكل دائري. عندنا في المغرب أيضا هناك طريقة تسمى الطريقة البوتشيشية، يجتمعون في ما يسمى بالزاوية ويعملون حركة ويرقصون ويذكرون الله ويحركون رؤوسهم هو أشياء كذا مثل الكلاب، وغيرهم من الطرق مثل الطرق طريقة تيجانية والطريقة القادرية. لكن أود أن أتوقف عند الطريقة القادرية بصفة خاصة، أولا لأنها موجودة بكثرة في البوسنة، ولأن الشخص الذي ينتمي إليه هؤلاء الناس الذين يدعون بأنهم من أتباع الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه، لا أقول هذا الكلام من عندي، وإنما أورد لكم شهادة ابن تيمية رحمة الله عليه وشهادة تلميذه ابن القيم رحمة الله عليه أيضا، وهما كما تعلمان من أشد الناس في دين الله عز وجل في الالتزام بالكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن عبد القادر الجيلاني: كلما ذكر أو ذكر اسمه عنده يقول قدس الله روحه أو رضي الله عنه. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الكلام في كتابه، ارجعوا إلى علم السلوك المجلد العاشر من فتواه الكبرى، يقول قدس الله روحه، وكان مشهورا بالكرامات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لقد وصلت كرامات الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه، وصلت إلى حد التواتر، وصلت كرامات الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى حد التواتر. وتعلمون ما معنى التواتر؟ هذا في مصطلح الحديث، الحديث المتواتر هو أكثر الأحاديث صحة، أصح الأحاديث هي التي أتتنا متواترة، بمعنى أنها جاءت من جمع من الصحابة رووا الحديث، إلى جمع من التابعين والتابعين رووا كذلك كجمع إلى جمع من تابعي التابعين. فهذا الحديث يقال عنه بأنه لا يجوز أن يتواطأ هؤلاء الناس على الكذب، فإذا هذا الحديث يكون صحيحا. معنى إذن التواتر هنا أن الخبر جاء صادقا، أن عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه كان من أهل الكرامات التي لا يكرمها الله عز وجل إلا لأوليائه الصالحين، لكن جاء أتباعه كأتباع كثير من الطرق الصوفية وحرفوا كما حرف اليهود والنصارى كتبهم، حرف أتباع شيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه، حرفوا المبادئ التي جاء ينشرها تزكية النفوس
كيفية الوصول إلى درجة التقوى ودرجة الإحسان التي تكلم عنها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. To su neke naznake iz akide. Se tiče ponašanja i ibadeta, uvijek on proističe iz akide. Zato nije čudo da kod sufija postoje ibadeti i ponašanja koja ne proizilaze iz Kur'ana i sunneta, niti su od šerijata, kao što su načini zikra, pokret tijela pri zikru, plesanje pri zikru, muziciranje pri zikru i drugo što čini. To postoji, jel, svugdje gdje god postoji sufije, i ovdje u Bosni i u Maroku, domovini brata, gdje se ističu neke od sekti, kao što je, odnosno neki od tarikata, tarikat tiđanijski, kadirijski, posebno ovdje ćemo spomenuti kadirijski, jer oni pripisuju ovaj tarikat Abdul Kadiru Geilaniju ili Geilaniju, koji nije bio ono što oni govori. On je bio učenjak i pobožnjak ispravne orijentacije, jer o njemu kaže Šejhul Islam ibn Tejmije i njegov učenik također Šejhul Islam ili Allama ibn Al-Qayyim Al-Džauzije, a njih dvojice su poznati u umetu kao najstrožiji na istini, najčvršiji na istini. E kaže ibn Al-Qayyim Al-Džauzije rahmetullahi alejhi, učenik ibn Tejmije, da nije nikad čuo ibn Tejmiju, svoga učitelja, svoga šeha, da spominje Abdul Kadira Džilanija, a da ne bi rekao radijallahu an ili kaddasallahu ruha, Allah posvetio njegovu dušu. Pa je isti ibn Tejmije navodio u knjizi, u desetom tomu svojih fetvi, koja nosi naziv Ilmu suluk, nauka o ponašanju, gdje navodi da je Abdul Kadir Gejlani imao brojne keramete, i to kerameti koji se od njega prenose se mutavatir predajom, a vi znate šta je u hadijskoj nauci mutavatir predaja, ali oni koji su došli poslije njega pretjerali su i pripisali čovjeku ono od čega je on čist, kao što su kršćani pripisali Isa a.s. ono protiv čega je on i čega je on čist. To nije vezano samo za Abdul Kadira, to se desi mnogim ljudima, da ljudi dok je živ neće da ga slijede, a onda kada umre svidi im se, pa izmišljaju o njemu što oni hoće, što im se god svidi, i tvrde da je to ono dobro i da je on tako radio. Tako znači kriju se iza njegova autoriteta, a slijede svoje strasti, sve sa ovim tarikatom.